خلينا نبدا الحلقه بتقرير انتقال ياسر الشهراني من الالف الى ياء، وبعدين نرجع نتكلم مع مدير المركز الاعلامي. احنا مخططين، عارفين ان التوقيع اليوم، فهم مكلمين ابو يزيد من اسبوع وعارفين ان التوقيع اليوم. خلينا نحاول نتفلسف شوي، شوف التقرير وبعدين نرجع. بتوقيع الهلال مؤخرا مع لاعب نادي القادسية ياسر الشهراني بنظام الإعارة لمدة عام، يقفل الهلاليون قصة استمرت طويلا بين ناديهم ونادي القادسية وبين اللاعب ذاته. قصة بدأت أسطرها الأولى بتألق اللاعب على المستوى المحلي مع ناديه وبروزه على مستوى المنتخب السعودي للشباب والأولمبي، لتسارع العديد من الأندية برمي حبال مفاوضاتها مع القادسية للظفر بخدمات اللاعب، إلا أن القادسية بأعضاء إدارته أغلقت طريق المفاوضات لتعويض اللاعب مادياً لحاجتها الماسة له في ذلك الموسم. عاد جسر المفاوضات الهلالية القدساوية مرة أخرى للتوقيع مع الشهراني بقيادة النشط جداً حسن الناقور، لكن المفاوضات كان مصيرها كسابقتها، فأعلن الهلال وقف مفاوضاته نهائياً مع اللاعب في ظل معارضة جديدة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة القدساوي، وفي ظل مزاحمة نصراوية جادة على اللاعب انتهت فصولها باختفاء اللاعب عن الأنظار قبل الوصول لخطوة التوقيع الأخيرة مع الأصفر، بالإضافة لتواتر أخبار عديدة عن دخول شخصية قطرية لنقل الشهراني للدوري القطري آنذاك، ثم توقيعه لعقد لمدة 3 سنوات مع ناديه القادسية. جاء الفصل الأخير بعد هبوط القادسية رسمياً لمصاف دوري الدرجة الأولى، حدث أعاد فتح باب المفاوضات مع القادسية لكسب خدمات اللاعب. حسن الناقور هذه المرة لعب دور البطولة بعد إنهائه لأمور التوقيع مع اللاعب سريعاً وفي وقت غير متوقع، قاطعاً الطريق على أندية أخرى بالتوقيع مع اللاعب لمدة عام واحد بنظام الإعارة. لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. أبو يزيد، مبروك للشهراني ومبروك للهلال. لعب يعني كل الوسط الرياضي يعرف أنه لاعب ما شاء الله تبارك الرحمن، إمكانياته جدا عالية. الهلال كان حاط عينه على اللاعب هذا من سنة والمفاوضات مستمرة، أخيرا حضر اللاعب للنادي الهلالي. أعطينا بس التفاصيل اللي ما أعلنت يعني، أو اللي ما نعرفها. والله شوفوا، بالتأكيد أنه لاعب يعني يعتبر صفقة جيدة لنادي الهلال وإضافة كبيرة للفريق، لأنه لاعب شاب، لاعب موهوب ويلعب في أكثر من مركز، يعني الظهير الأيمن والأيسر، وبالتالي يعني وجوده سيكون دعم إن شاء الله الفريق الهلالي الموسم القادم. يمكن أكثر الناس سعادة هو إدارة نادي الهلال، لأنه كان يمثل الحقيقة ضغط جماهيري كبير على الإدارة، أنه في كل يوم يعني أسئلة كبيرة عن هذا الموضوع، ماذا تم ماذا تم. واليوم الحمد لله سبحانه وتعالى أنه تم يعني التوقيع. نشكر الأستاذ عبد الله الهزاع على يعني تعاونه ومرونته وإنهاء الصفقة، وأيضا الأستاذ حسن الناقور وإدارة النادي على الجهود اللي بذلوها. الاتفاقات كانت الحقيقة هي نفس الاتفاقات السابقة، لكن في ذلك الوقت لم يكن الوقت مناسب لإنهاء الصفقة، لأنه كان فريق القادسية يعني بحاجة لخدمات اللاعب وكان مهدد بالهبوط ولم يكن مصيره يعني واضح إما البقاء أو الهبوط، فكان صعب التفريط فيه. بعد ما اتضح الوضع الآن يعني أصبح من السهل أنه تتم الاتفاقات السابقة وفي نفس الوقت إنهاء الصفقة، ويعني أنهيت بنفس الاتفاقات اللي كانت يعني اتفق عليها سابقا. في كلام أنه اللاعب في حديث الآن أنه هذا توقيع بس لفترة الإعارة، وأنه في الفترة الشتوية راح يحسم الموضوع انتقال نهائي. هل الموضوع ده طرح ولا بس كان الحديث إعارة وخلاص؟ والله شوفوا، الأكيد أنه أنت يعني ما تأخذ لاعب إلا يعني يفترض أنه تكون تستفيد منه في المواسم القادمة، يعني ما تستجيب لاعب وتعده للخصم وتقدمه. لكن وجود اللاعب في الهلال أعتقد أنه سيسهل مسألة شراء نهائيا، لأن اللاعبين الأندية الأخرى ستكون خارج الموضوع. لو تم الآن مثلا فتح الموضوع كمسألة شراء كامل، أعتقد أنه سيدخل أكثر من نادي، وبالتالي يعني قد تصعب المهمة ويزداد المبلغ بشكل مضاعف، وهذا اللي يمكن صار في الفترة السابقة. مسألة الإعارة يمكن كان في تجارب كثيرة، يعني راشد الرهيب وعدة لاعبين تم إعارتهم في الفترة الأولى، وأيضا محمد الراشد من التعاون للاتحاد،
اكثر من لاعب، انه يكون فيه اتفاق على الاعاره وبعد الاعاره خلاص يعتبر اللاعب هذا. تقصد انه يعني مساله المفاوضات على شراء العقد تكون اسهل واكثر راحه لما يكون اللاعب في النادي محدوده بين طرفين، يعني هو خلاص اصبح لاعب هلالي، وبالتالي تكون المساله اسهل، وفي نفس الوقت انه تعطي للطرفين ايضا مجال انه اذا الهلال استفاد من اللاعب واللاعب خدم الفريق، في نفس الوقت انه اذا اللاعب وفق واستفاد من الفريق. طيب محمد، اللاعب ياسر الشهراني لاعب صاحب امكانيات ممتازه، انتقل الان للهلال، هل هذا راح يحل مشكله كبيره في الاظهره الهلاليه، خصوصا انه في الاظهره الهلاليه كان احيانا وصل الهلال لمرحله انه جاب لاعب اجنبي؟ طيب طبعا يمكن اطول فتره زمنيه للاعب انا اتوقع في تاريخ الكره يمكن ياسر الشهراني، يمكن اكثر من عام، اطول مفاوضات وفتره زمنيه كانت بين ياسر والمفاوضين الانديه الاخرى خاصه النصر والهلال. انا اشوف ان طبعا كلاعب هو اضافه لا شك، خدم الفريق القدساوي في عده مراكز، لعب ظهير ايمن، لعب ظهير ايسر، ولعب وسط ايسر. يمكن لاحظت لو المباريات الاخيره كان اللي يلعب ظهير ايسر ماجد عسيري، وكان يتقدم كوسط ايسر ياسر الشهراني، هذه بالجانب الفني لا يختلف عليه اي حل. المشكلة في الهلال كانت كبيره جدا. كيف ياسر الشهراني وجوده الان يحل مشكله في الهلال كانت كبيره، كانت واضحه جدا جدا، لان في شرخ، مع احترامي للاعبين اللي لعبوا في ظهيري الجنب، في شرخ سواء في اليمين او اليسار، تواجد ياسر سيحل هذه المشكله بشكل بنسبه كبيره جدا. لكن انا اتكلم على المفاوضات، ترى المفاوضات هذه بداها يمكن النصر والهلال او الهلال والنصر، لا فرق في هذا الجانب، لكن اعتقد ان الهلال تيسرت اموره كثيرا في هذا الجانب من شقين. الشق الاول رغبه اللاعب، وهذه مؤكده، نفس الموضوع رغبه اللاعب نعم، وبخطاب رسمي حصل عليه الوكيل اعماله القرون، لانه كان المبلغ المالي في التفاوض كان قوته للنصر، لكن حسمت عن طريق اللاعب اللي كتب خطاب رسمي برغبته في اللعب للهلال، وهذه يعني ابعدت النصر كثيرا في هالجانب. الجانب الاخر اللي انا اتوقع انه زاد من احتماليه حصول الهلال على هذه المفاوضات هبوط القادسيه. هناك يعني مع احترامي وتقديري للاداره القدساويه، هناك بعض الاسماء رات ان هبوط القادسيه كان تاثيره سلبي، وكان العشم في النصر بتسهيل امور نتيجه مباراته الاخيره، حتى انه قيل لي من خلال هذه المفاوضات ان احد اداري القادسيه عندما فاوضه النصر قال عباره انه ابحثوا عن نادي التعاون او اشتروا من نادي التعاون، هذه مؤكده من احد المسؤولين في نادي القادسيه. عموما التاكيد التام ان ياسر مكسب للهلال، والهلال نجح في هذه الصفقه، وكان فوق هذه الصفقه تواجد الامير عبد الرحمن بن مساعد بثقله في هذه الايام، وتاكيده من خلال حسابه في تويتر اللي اكد انه كان مفاوضته الشخصيه للاعب كانت كبيره، رغم انني ارى في تصريحات الامير عبد الرحمن بن مساعد تناقض في الجانب الاول. عندما بدات المفاوضات في الهلال كان يرى ان مبلغ التفاوض مع لاعب صغير في السن 20 سنة كان مبلغ كبير. طيب. الآن يتفاوض الهلال ويحصل على 6 مليون القادسية واللاعب مليون ونص. أبو يزيد، لأي درجة يعني استفاد المفاوض الهلالي في صفقة الشهراني من هالأمرين، رغبة اللاعب وهبوط القادسية؟ فعلا تم الاستفادة منها للضغط أكثر على الإدارة القدساوية؟ والله بالعكس، يعني شوفوا الأستاذ عبد الله الهزاع من الأساس كان عنده رغبة في التخلي عن اللاعب والاستفادة من المبالغ المادية والقيمة اللي حتعود على النادي. مسألة رغبة اللاعب هذه الحقيقة ليست جديدة، يعني حتى عندنا يحيى مسلم يعني كان رغبة اللاعب، وتعاون الأستاذ صالح مطوع فهد مطوع كان له دور كبير في إنهاء الصفقة، لأنه اللاعب يعني يريد أن يبحث عن فريق بطولات، فريق جماهيري، فريق لديه قدرة على تحقيق الإنجازات، وأيضا أن يوجد له مكان في هذا الفريق. أنا يمكن
أتفق مع الزميل محمد أن اللاعب فنيا مفيد، لكن لن يجد المجال سهل في تمثيل الفريق ما لم يبذل جهد كبير، لأنه عندنا في الظهير الأيمن لاعب سلطان البيشي، وأنا أراه أفضل ظهير أيمن موجود في الكرة السعودية حاليا. عندنا في الجهة اليسرى الكابتن عبدالله الزوري لاعب كبير ولاعب دولي، أيضا اللاعب سلمان الفرج، لكن وجود ياسر قد يكون يخلق المنافسة، قد يجعل الاستفادة من اللاعبين الزوري والفرج في مراكز أخرى، كما نجح الزوري في قلب الدفاع وقدم مباريات كبيرة. أيضا سلمان الفرج يعني يعتبر لاعب وسط جدا ممتاز، ويمكن الاستفادة منه في الوسط أهم من قلب الدفاع. طيب، الخبر الثاني معنا اليوم في أخبار شوت، بحسب صحيفة الجماهير خلاف بين إدارتي الاتحاد والشباب بسبب مستحقات وندل. والله أنا ما أدري عن هالموضوع بالذات، لكن الاتحاد خسر لاعب والشباب كسب لاعب. أنا أعتقد أن الرؤية الفنية لبرودوم كانت صائبة في اختيار ويندل بديل يتارا، يرى أن هناك حاجة إلى الوسط، حاجة إلى صانع لعب. أعتقد أنه حيستمر الموسم القادم مع الشباب، لأن برودوم يعني كان هو الحريص على جلب هذا اللاعب. أعتقد الآن الاتحاد لو تلاحظ، ويمكن في حديث عن الاتحاد، أنه اللاعبين الأجانب جميعهم عدا اللاعب المصري حسني عبد ربه هو الوحيد الأميز، ولذلك الاتحاد يسير بتراجع كبير في اختيار اللاعبين الأجانب. أبو يزيد، يمكن أنا أشوف أنه مجرد مطالبة مادية، أنه قد يكون في دفع للاتحاد لم تسدد، وهذه هي الإشكالية الوحيدة. لكن على الصعيد الفني أنا ما أعتقد أنه الاتحاد خسر كثير فنيا، لانه اللاعب ويندل من وجهه نظري الشخصيه لاعب مرحله وليس لاعب ممكن يعتمد عليه لسنوات طويله. لاعب كبير في السن، وجد فريق قوي، فريق يعني ينافس على بطوله الدوري، وساهم في اغلاق يعني ثغره معينه في الجهه اليسرى في الفريق، ولكنه ليس اللاعب اللي ممكن يعني يعتمد عليه او انه يكون يقود الفريق للفوز او مؤثر في نتائج الفريق. هو لاعب تكميلي حسب المباريات، يحتاج فريق كامل عشان يؤدي، يعني وجد فريق جاهز هو كمل في منطقة معينة، لكن لا يمكن يكون فريق يشيل فريق يشيل فريق ويساهم فيه كما حصل مع الاتحاد مثلا، أو حاجة الاتحاد اللاعب بهذا الحجم. بس كان عبد الكريم ثقله للاتحاد أقوى من الشباب. والله شوف، هو يعني أنا كان مؤثر بدليل أنه يمكن حدود 7 أهداف سجلها وخمسة أهداف صنعها. يعني أنا وجهة نظري أنه لاعب جيد، لكنه ليس اللاعب اللي ممكن، يعني أنا لو كان عندي مثلا في الهلال لاعب مثل هذا، نعم، مثل هذا المستوى سيكون طموحي أكبر من لو لاحظت من، لكن تجي في فترة شتوية وفترة موسم وأنت محتاج لاعب في هالمركز، تأدي لاعب يغطي لك المركز. طيب شيء ممتاز. أنتم ما تشوفون أن الموضوع يرتقي لمستوى خلاف؟ يعني مجرد مخاطبة، مجرد مطالبة مادية، وبالتأكيد أنه إدارة نادي الشباب يعني دائما عارفين عن الالتزام والوفاء، وإدارة على مستوى عالي من الاحترافية، وبالتأكيد أنه سيتم تسديد المبلغ. يمكن حاجة الاتحاديين هذه الفترة بسيولة، لأنه بالفعل يعني الآن الأندية إذا أرادت تتعاقد تحتاج إلى مبالغ مادية كبيرة. ليس من السالم تتعاقد مع أجهزة فنية ولاعبين أجانب وتجدد عقود وتبرم عقود جديدة مع لاعبين شباب، تحتاج مبالغ وضخ مالي كبير، فهذا الحقيقة عبء كبير على الأندية، ويمكن هذا اللي دعا الاتحاديين للتعجيل بالمطالبة. فصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.